أشجان؟ الله، داخلة من الباب ده ليه؟ مش عايزة حد يشوفني. ليه يا أشجان؟ خايفة من إيه؟ في سر عايزة أقوله لك. سر؟ أشجان زعقي، أنا مش سامع حاجة بتوشوشيني. ليه ما تتكلمي يا أشجان؟ في إيه؟ بلاش الاجتماع بتاع بكرة. ليه؟ هيكشفوك. مين دول اللي هيكشفوني؟ رؤساء الأقسام والمديرين. وهيكشفوني إزاي بقى؟ فاهمين؟ هيفتحوا مواضيع ما انتش قدها، هتبهوأ منك. حقيقة؟ هتبهوأ منك. كلمة دي أنا سمعتها قبل كده. كل اللي هيكلموا فيه مشاكل، مشاكل قديمة. أنا بتهيألي إنك تلغي الاجتماع أحسن. طب معلش معلش، وماله يا ست؟ مشاكل مشاكل، قدها وقدود، نشوفهم عايزين إيه ونكمل. يا سيادة المدير، دي مواضيع مركزك هيتهز فيها في الشركة. أشجان، انت بتقعدي كتير مع فضل؟ يا فندم انا عايزه اقول لحضرتك. يا اشجان بس بتوشوشيني ليه؟ ما تتكلمي بصوت عالي، اتكلمي. مش عايزاهم يسمعونا. طب يا اشجان متشكر، روحي. اتفضل يا استاذ حمدي. اهلا وسهلا استاذ حمدي، اتفضل. تعال فضل هنا علشان تكتب محضر الجلسه. اتفضلوا يا استاذ، اتفضلوا. اخواني، يلا يا فضل. اخواني، انا سعيد جدا لاني التقي لاول مره برؤساء وقادة الموظفين والعمال بالشركة. وفي الواقع ان الاجتماع ده اتأخر عن ميعاده. كان المفروض ان انا اعمله من اول اسبوع جيت هنا. انما معلش الحقيقة دراسة احوال الشركة وبحث كل المشاكل اللي فيها ده خد مني وقت طويل جدا، وعلشان كده اضطريت ان انا اجل الاجتماع ده لغاية ما اخد فكرة عامة عن الشركة. دلوقتي احنا عايزين نبحث ايه مشاكل العمل هنا، ونبحث جميع المقترحات اللي ممكن تؤدي الى كمية في الانتاج زائدة وكمية في التوفير زائدة. وعلشان كده فين بابا وفين فضل؟ في الاجتماع جوه. الساعة بقت 4، هو الاجتماع ده هيفضل لغاية امتى؟ علمي علمك. أمال هنتغدى امتى؟ الناس بتشتغل جوه واحنا نفكر في الأكل. ودلوقتي يا سادة نقدر نبلور نتيجة الاجتماع في مجموعة قرارات. اديني المحضر يا استاذ فضل. اكتب. 1، يفوض المديرين ورؤساء الاقسام سلطات المدير العام وعلى اداره الشؤون القانونيه اعداد قرار التفويض خلال 48 ساعه. ثانيا، تجرى مناقصة بين الشركات المحلية ليه؟ لإصلاح الماكينات المعطلة طلع وتوريد قطع الغيار يار نقول على أن يتم التنفيذ خلال شهر من تاريخه. إيخو. ثالثا، لسن يعاد تنظيم العمل. كفاية بقى. يعاد تنظيم العمل أمل. ويقسم العمل على 3 نبطشيات بابستشتات، 3 ورديات. ورديات أفهم. 3 ورديات، 3 وردات. ويحدد ورديات مؤاخذة شغل وردات. ورديات نبطشية. أيوة نبطشية وردية. أي. يا فضل اصحى. أيوة. معايا بقى يا فضل، أنا تعبت وأنت تعبتني. أنا بالله. و
تحدد عدد 7 ساعات عمل لكل نبطشية. ايه؟ وتصرف مكافأة لكل عامل تساوي 25% من قيمة الزيادة التي يحققها. رابعا يا بيه كفاية. فضل. كفاية انا في عرضك تعبت يا بيه. شخية شخية بارك له. له ايه وبتاع ايه؟ كفاية يا بيه ايديا ايديا مش قادر. رابعا كل مهندس او عامل يتمكن من اصلاح احدى الماكينات المعطلة تصرف له فورا مكافأة قدرها 3/4 المبلغ المحدد لاصلاح المكنة. خامسا كفاية. خامسا المهندس الذي يستطيع ان يعرض علي فورا مشروع متكامل لتطوير انتاج الشركة كما وكيفا بحيث يساير التطور العالمي في الانتاج يمنح مكافأة تبلغ 500 جنيه. سادسا ينشأ مكتب للشكاوي والعلاقات العامة يكون مختصا ببحث مشاكل العاملين بالشركة، وينشأ أيضا صندوق للخدمات تبدأ مهمته بشراء أتوبيسات لنقل العاملين، ثم إنشاء مجمع استهلاكي لتزويدهم باحتياجاتهم، ثم صندوق للزمالة للمساعدة في حالات المرض والوفاة. أما في كفاية أن... كفاية كفاية بيه. الشيخية الشيخية بارك له. يعني إيه؟ أنا شرفني. اخرس أنت سعادة البيك. فأنا تعبت أناشدك الشهامة والمروءة، لقد تعبنا. وبعدين أنا أستحمل ولو إني جعان. اليتامى دول ذنبهم إيه؟ الغلابة دول أهو غدجة. بقى معقول المدير يعمل الحاجات دي كلها مره واحده؟ يا خبر يبقى فلوس، بكره يبقى بلاش. الله، بس مش معقول ابدا. ليه؟ الله، لان هو لو كان ناوي يعمل الحاجات دي كلها كان عملها سلمه سلمه، واحده واحده، مش مره واحده كده على طول. انا متهيألي ان المدير ده احسن مدير جانا هنا في الشركه. والله العظيم. والله العظيم. طب ايه رايك بقى ان انا مش مصدق ابدا؟ ليه؟ لانه بقول لك مش معقول ابدا كل الحاجات دي كلها تتعمل مره واحده. المفروض في الامور اللي زي دي الواحد ياخد الامور واحده واحده، سلمه سلمه، مش هوب مره واحده. فين القرارات يا فضل؟ قرارات ايه يا فندم؟ القرارات اللي اصدرتها في اجتماع امبارح. فندم دي حاجات بتتكتب محدش بيسمع حاجه عنها، بتتمضي برضه محدش بيسمع حاجه عنها، بتموت. الف رحمه تنزل على القرارات. مين اللي قال الكلام؟ أسعدت البيك كل المديرين اللي قبلك ياما أصدروا قرارات وياما ده كان العملية عملية نصب بقى فضل. يا فندم ده ما تقول سيادتك، يعني مشي حالك. طنش طنش أطنش ومحضر الجلسة والقرارات اللي اتخذت فيها امبارح. تنفيس نتيجته امتصاص غضب العمال والموظفين. بنديلهم الأمل في بكرة. يعني يا فضل أنا قراراتي لازم تتنفذ، انا متعود اني انفذ كل وعودي. اهو ده غلط، اكبر غلط. غلط غلط اني احترم كلمتي وانفذ وعد. ممكن يا سعاده البي اشرح لسعادتك الاسباب؟ اتفضل. بس تديني الامان. امان ايه؟ الامان يعني ان انا اتكلم براحتي شويه، اقول اللي انا عاوز اقوله بصراحه لسعادتك بدون ما اخاف من سعادتك. اديتك الامان يا سيدي، اتفضل. يعني لو اقتضى الامر ان ارتكب جريمه يعني. ماشي يا سيدي. جريمه؟ يعني اقول اللي انا عاوز اقوله. تقول اللي انت عايز تقوله، تنقد الموضوع، اتفضل. قول لي رايك ايه. كلمه شرف يعني. اتفضل. بصراحه بقى سعاده البيه انا مش موافق على اي حاجه سيادتك اصدرتها ولا اي قرار قلته، وكل الكلام اللي سيادتك بتعمله هنا في الشركه ده انا مش موافق عليه لانه غلط من اساسه، وبالذات قرار التفويض. اذا راجل تسيب سلطتك للعالم اللي مخها تعبان دي، تسيب سلطتك للناس الموظفين دول ليه؟ ده انت المدير يا راجل،
انت الكل في الكل، تسيب العالم ده يقعد يلت ويعجن عليك، هتبقى مدير بس قاعد على المكتب كده بتقول اي كلام تختم وتمضي وتبقى العالم كله هيقول عليك كلام فاضي بصراحه كده ما حدش هيعبرك. اخلص يا كلب. يا راجل انت زعلت ليه كده؟ زعلت مكشر ليه؟ انا بقول عشان مصلحتك صدقني، انا بقول الكلام ده لمصلحتك، انا لو سبتك على حل شعرك. حل شعري؟ قصدي شعر حلك. شعر. حل قصدي يعني لو سبتك كده في الشركه دي تبرطع فيها زي ما انت عاوز هتتلخبط العمليه وهتضطرب على دماغك ودماغ الشركه باللي فيها. صدقني انا الكلام ده عشان مصلحتك عشان مستقبلك يا راجل. نعم فندم. قوم اقف. قوم اقف. اطلع برا المكتب. انت مفصول. مفصول مرفوض يعني؟ مرفوض يعني. يا راجل بلاش هزار. انا ما بهزرش يا افندي. حضرتك بتكلم جد؟ ايوه بتكلم جد. طب والامان وكلمه الشرف كل ده؟ انا كنت فاكر انك هتتكلم موضوعي، انما انك تنتهز الفرصه وتخرج عن حدود الادب وتطلع كل الحقد اللي جواك، لا انت مفصول. يعني حضرتك دحلبتني في الكلام لحد ما ضيعتني. اتفضل يا افندي، روح حضر اوراقك وقدم طلب علشان يصرفوا لك مستحقاتك وما تدخلش الشركة دي تاني. مش عايز اشوف وشك هنا تاني ابدا. بس انا يعني ما اقصدش ان انا كنت اقول لي ولا كلمة. بره. بره. اديك سمعت في ودنك يا سيبابا، بدل ما يتعين المدير فصلوه، اتجوزه ليه بقى؟ ايه اللي هنستفيده منه؟ انا كان قصدي مصلحته يا ناس، كان قصدي مصلحته ومصلحه الشركه. ده اداني وعد، وعدني ميسحب كلامه. هو كلام عيالي؟ طب قوم روح انت دلوقتي يا فضل، كل شيء هيتصلح بإذن الله. تصلح إزاي بس؟ ده رفدني، أجي تاني إزاي؟ رفدك؟ طب علشان خاطري روح، وبإذن الله كل شيء هيتصلح. أنا مروح، بس لو كان رفدني بحقيقي هقتله. تقتله؟ أيوه أيوه، أنا ضحيت بحياتي هنا، الشركة دي حياتي، الشركة دي مستقبلي. واللي يحرمني من حياتي ومستقبلي أنا كمان هحرمه من حياته ومستقبله. اهدى بس يا فضل، اهدى أرجوك، ابعد عن الشر، كل شيء هيتصلح بإذن الله. ده مجنون، ده أنا كنت منصحه بخدمه بديله خبرة. طب أنا عالم لما أمشي من هنا مين هيقوله؟ مين هينصحه؟
الإدارة عالم، الإدارة دي فن، فن مش مسألة كتب. هو كل واحد قرأ كلمتين وخد كلمتين ودرس كلمتين وخد له شهادتين بقى مدير؟ أنا خطأ خطأ. أنا ماشي ماشي ماشي، ولو رفضني بحقيقي هقتله. استاذ جان. ايوه يا عم هندر. هتخش تكلم سياده المدير يمكن يسمع كلامك. ده فضل فندي غلبان قوي وبيربي يتامى. يتامى؟ ايوه، بنت المرحوم اخته، ووالدته كمان ست كبيره قوي ونظرها على قدها. انت عرفت الكلام ده منين؟ صدفة. صدفة؟ ده اللي حصل. من 5 سنين فضل فند اتأخر عن الشغل. عارف قال لي ايه الحكاية؟ ايه الحكاية يا عنتر؟ ده فضل فند عمره ما خد ليوم اجازة ولا اجازة عارضة ولا مرضية. الحقيقة قلقت، ما كدبتش خبر، خدت ورحت على البيت وخدنا عنوان الشركة. وصلنا البيت سمعنا هيصة وعياط وصوات. كانوا بيعيطوا عليه؟ يا ريت، كان استريح. مال كانوا بيعيطوا على مين؟ على المرحوم اخته. اه، وبعدين؟ رحنا دفناها معاه، ومن يوميها هو ما شافش يوم فرح ابدا. يا حرام. والبنت دي ملهاش اب؟ كان لها اب مشتغل في قطاع خاص مانيفاتورة، الاتوبيس دهسه. هو اتكل على الله من هنا، وهي حصلته بعده بكم شهر كده. يا حرام، علشان كده فضل كل ما يتكلم يقول مأساة. ما تخش تكلم المدير استاذ جاه. طبعا لازم ادخل اكلمه، بعد اللي عرفته ده كله لازم ادخل اكلمه. بس قول لي يا عم عنتر. نعم. هو فضل فندي ساكن فين؟ في حارة فجلة. العمارة نمرة كام؟ عمارة قديمة ملهاش نمرة. أيوة، طب أروح إزاي؟ اسألي على بيت المعلمة شيحة، ألف من هيدلك. مش عارفة أوصل إزاي، طب وصف لي المكان. عارفة سوق السلاح؟ لا ما اعرفوش. اجي معاكي. طيب، وعلى كل حال البركه في عقرب، يعني نروح سوا. يلا بينا. يلا. مش لما ادخل اكلم المدير؟ سوق علي، معلش. استناني انت وهقرب لغايه ميعاد الشغل ما يجي وينتهي، وانا هدخل اكلم المدير. حاضر، تحت امرك. شوف يا بابا، دبلة فضل اهي، وفضل ده انا مش عايزاه. يا بنتي يا بنتي، اعملي معروف، ما تستعجليش. معرفش، اهو انا حاسه كده انك لازم ترجعه له النهارده وخلاص. واقول له ايه؟ كلمه بصراحه، ما هو مفيش احسن من صراحه في الظروف دي. صراحه؟ وايه هي الصراحه دي؟ قول له لما يبقى ياكل نفسه الاول يبقى يفكر في الجواز. انا مش هجوزه واصرف عليه. عنتر. نعم يا سعادة البيه. خد يا ابني الدبة دي. أعمل بيها إيه؟ البسها، اللي أعمل بيها إيه؟ أنا متجوز يا سعادة البيه. خد، يبقى اديها لفضل أفندي. فضل ما هو روح، أنت مش عارف إنه اترفض ولا إيه؟ وماله يا أخي، أنت مش عارف بيته؟ عارف. خلاص وديها له البيت. وأقول له على كل اللي حصل ده؟ قول له كل حاجة، أي حاجة. قول له أي حاجة يا أخي. حاضر. شوفوا الراجل الناقص هو وبنته. اعوذ بالله، الحمد لله اللي ما طلعتش مدير ولا موظف كبير، ولا كنت اتدبيت في نسايب زي دول. انا اصدرت قراري ولا يمكن حتراجع فيه. يا فندم، انا شرحت لسيادتك كل ظروفه. ظروفه دي انا مش مسؤول عنها يا اشجان. طب بلاش الحالة الاجتماعية، فضل كان بيقول وجهة نظره، مجرد رأي ما يقصدش بيه الا مصلحة الشركة. مصلحة الشركة دي انا عارفها كويس، وانا مسؤول عن كل قراراتي.
يا فندم فضل موهبة ما تتكررش، وفعلا بالشكل ده الشركة بتخسره. سمعتي كلام انت كمان يا اشجان؟ ضحك عليكي؟ انا اكتر واحدة تقدر تحكم على فضل. اشمعنى؟ لاني قاعدة معاه طول النهار وشايفة كل تصرفاته. المثل القديم بيقول الدوي على الودان امر من السحر. فكرة سيادتك عن فضل سيئة جدا. اشجان اسمع نصيحتي يا اشجان، فضل ده شخص سيء للغاية، انما انت حاجة تانية خالص يا اشجان. يظهر حضرتك مصر على قرار الفصل. انا عايز ابعد ازاه عنك. للدرجة دي؟ وجوده في الشركة خطر عليك، وجوده في الشركة خطر علينا كلنا يا اشجان. طبعا اذنك يا فندم. على فين؟ اشوف شغلي. اشجان اذا كان الشغل كتير عليكي انا ممكن اعينلك موظف يساعدك. لو تعبت هبقول لحضرتك. عن اذنك يا فندم. خليك انت يا ماما. طيب. استريح. السلام عليكم. اهلا. ازيك يا عم عارف؟ اهلا بيك يا استاذ فضل. ازيك يا راجل يا طيب؟ الله يبارك فيك يا فندم. منور. الله يحفظك ويحفظك. اتفضل. لا اصل معايا عنتر. عنتر؟ ما تيجي يا عنتر. ها يا عنتر. كلم انت. ده بيتكم يا ناس. السلام عليكم يا استاذ فضل. ازيك يا عم عنتر؟ اهلا وسهلا. ازي صحتك؟ وحشتنا والله. ايه راجل لزوم الحاجات دي؟ لا معلش ده شوية برتقان وسمبكة كانت تكموها. نعم؟ برتقان وسمبكة. جايب ايه معاه؟ انا اقول لسيادتك هو جاي جايبين شوية فاكهة مش قد المقام. جبنا شوية حاجين وحط الروت وفاكهة ديت وسط الروت وشوية حاجات كده وحطها عند كده وسبعها عندك. انت لسه يا عم عارف مزرجينا معاك برضه. اتفضلوا. اتفضلوا يا اهلا وسهلا. ربنا يجعل عيالك كلها تنفشل. صورتوا الفيلم. تعالي يا نينا ده السيد عقرب والسيد عنتر اللي كنت بشتغل معاهم في الشركه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بيت بيتكم اتفضل. اهلا وسهلا استاذ الحاج. الله يبارك فيك ويخليه لك يا رب. اتفضل اقعد. يا لا اصل معانا. معاكم ايه؟ يعني هو يعني اصل ما معناش حاجه. معاكم مين؟ معانا انا يا استاذ فضل. اشكان ازيك انت؟ وحشتنا قوي. انت اللي وحشانا قوي. لا مؤاخذه انا اصل بلبس ال اهلا اهلا وسهلا. اهلا يا حبيبتي. اهلا اهلا وسهلا. اتفضلي اصله لخمه في اعذري. اتفضلي ارتاحي يا حبيبتي. اهلا اهلا. ياما سمعت عنك يا اشجان. سمعتي عني انا؟ من مين؟ هو فضل ليه كلام اللي عليكي؟ ويا ترى قال عليا ايه؟ كلام حلو قوي ولا في الاحلام. الحقيقه اما شفتك انت احلى واجمل من الكلام اللي قالوا عليكي. مش دي قوي يا ماما. يا روحي ماما طالعه من بقك زي الشهد. النبي يا بنتي انا قلبي انفتح لك. انفتح لك وحبيتك زي فضل بالظبط. اهلا يا اشجان. ايه لزوم الحاجات دي بس؟ لا ابدا ما فيش حاجه. دي حاجه بسيطه قوي. فضل. نعم. ضروري تيجي بكره مكتبك الساعه 8 الصبح. المدير العام عايزك. ياه بسرعه كده ده مستعجل قوي. وما رجعتهاش بنفسك ليه؟ انا رجعتها له مع عنتر احتقارا لشانه. احتقارا لشانه ولا خايف منه؟ عيب يا عنايات. عيب تكلم ابوك بالاسلوب ده. عيب. انت ضيعت حياتك. انما انا لا، انا لازم اعيش. وانا عايش كم مره؟
انا لازم استنى الراجل اللي يساعدني ويصرف عليا. هستنى عريس يكون غني غني قوي مليونير. تحب تتجوزي زكريا؟ زكريا مين؟ زكريا المليونير صاحب الشركة. هدي الجوازة وإلا فلا. يا ريت بس ده راجل كبير مش هيسعدك يا بنتي. مفيش حاجة في الدنيا دي تسعد إلا الفلوس. الفلوس بتشتري كل حاجة، الصحة، الشباب، حتى السعادة. أديكي شفتينا على حقيقتها. ده اللي أنا كنت عايزة أشوفه. وإيه رأيك فينا؟ عجبتوني قوي. عجبناكي في إيه؟ شفت بعيني الصدق والحقيقة. لأول مرة في حياتي أتعامل مع ناس من غير غش ولا مظاهر كذابة. ستي متشكرين قوي. بتاخدي شمام أخضر. انتوا كنتوا فين طول الوقت ده؟ بننظف الشقة ونكمل الغسيل. بس التعب ده تسلم ايديك. ده عنين الأستاذ فضل. انت بتعرف تغسل يا عم عقرب؟ والله ما تغسلش وانا حد بقول له. البيت بيتكم. عن اذنكم كمل. اتفضل يا ابني. احنا ناس على قدنا عايشين على البلاطة. الغنى غنى النفس يا ابني ولا ايه يا اشجان؟ سمعت الكلام ده كتير قوي ما صدقتوش الا لما شفته بعيني النهارده. خدي اشجان اكليه العيش والملح يا بنتي. لا ملح ايه يا ماما؟ ما احنا في زيتون وجبنه بس احنا نحب الفن قوي. من يوم ما ولا تزعل. من يوم ما وديع الصافي قال تعيش على الجبنة والزيتون يا ابني واحنا ما بناكلش غير جبنة وزيتون. انا هاكلك زيتونة بدل الملح. عمري ما اكلت زيتون حلو بالشكل ده. من ايديها. فراولة بتاكل زيتونة. صباح الخير يا فندم. اهلا يا اشجان صباح الخير. زكريا بيه اتصل بالتليفون وطالب ان حضرتك تكلمه في النمره دي فورا. زكريا بيه صاحب الشركه؟ ايوه يا فندم. ما قالش عايز ايه؟ لا ابدا. طيب انا هشوف. ما قالكيش عايز يقولي ايه بالظبط؟ لا ما قاليش. قوم ادخل وانت هتعرف كل حاجه. ايوه مكشر مبتسم عامل كده عامل كده قلع الجاكيته. انت خايف ليه يا فضل؟ انا مش خايف ولا حاجه. هي موته ولا اتنين. عن اذنك اتفضل. اتفضل يا سعادة البيه. تقيل يا ولد؟ تقيل من اللي عاجبك. رجعت له دبل؟ يا نهار زي بعضه. ايه؟ نهار زي بعضه ليه؟ نسيت؟ اه. شفت يا سي بابا؟ انا مش قلت لك؟ هات الدبله يا جدع انت. هات الدبله.